السلام عليكم اعزائي المشاهدين. في الفيديو ده انا هتكلم عن ازاي تقدر تشتري ايفون 12 من امريكا وتشحنه على بلدك على طول. طيب انت ممكن تسال ليه اشتري ايفون من امريكا اذا كنت اقدر اشتريه من عندي على طول؟ هيكون السبب الاول هو علشان سعر مبالغ فيه في البلاد اللي احنا في الاغلب موجودين فيها، والسبب الثاني ان الفيرجن بتاع ايفون 12 خاصه بكل انواعه وبالاربع انواع اللي بيميز الاصدار بتاع امريكا ان هو بيدعم حاجه اسمها مليمتر ويف 5G. ده ال 5G الحقيقي، باقي الاصدارات هيكون سب 6 5G، وده 5G عادي يعني اسرع من 4G ولكن مش بفروقات كبيره، اسرع مثلا ممكن نقول الضعف تقريبا يعني. اما المليمتر ويف 5G ده مختلف واسرع بمراحل عن ال 4G العادي. وتعرف الاصدار بتاع امريكا بالبلاستيكه اللي موجوده في الزاويه هنا. طيب انت ممكن تسال ليه حاجه زي كده هتفرق معايا لو مثلا عندي في بلدي المليمتر 5G اصلا مش منتشر او مش موجود اصلا في بلدي. انا شايف ان انا لو كده كده هدفع سعر الايفون افضل ان انا اخده بالباكج الكامل بتاعه. لنفترض ان مستقبليا حطوا المليمتر ويف 5G، هكون انا عندي فيوتشر بروف او هكون يعني جاهز ان انا استخدم السرعة على طول لو حطوا اي انتنة من الانتنات السريعة دي. ازاي بقى هنجيب الايفون من امريكا على بلدك على طول؟ هنستخدم شركة اسمها شيب 7، ودي عبارة عن شركة شحن بتديك حساب مجاني وبتديك عنوان في بريطانيا وفي امريكا تاكس فري، يعني بدون ضرائب. فده باختصار تقدر تشتري من كذا سوق في امريكا او بريطانيا وتشحنهم على عنوانك اللي في امريكا ده، بعدين بتشحن لك على بلدك. المميز عندهم ان بيديك 60 يوم تخزين للشحنة، ممكن تخزنها عندهم وتسيبها علشان الشحنات الباقية عقبال ما توصل، وبعدين تجمعهم وترسلهم علشان يقف عليك الشحن اوفر. ولما الشحنات بتوصل اصلا صندوقك في امريكا بياخدوا لك صور وبيقولوا لك بالتفصيل الحاجات اللي وصلت، بيبقى كل حاجة واضحة قدامك. بس خليني اقول لكم على حاجة، في كذا موقع في امريكا زي موقع ابل، زي موقع بيست باي، زي مواقع كتير، موقع EVGA اللي عارفه، مواقع كتير جدا في امريكا ما بتقبلش الشحن لشركات الشحن اللي هي الفوروردرز اللي بيستقبلوا الشحنات وبيدوك عنوان في امريكا وبعدين بيشحنوها لبلدك، لانهم فقط بيقبلوا الشحن لعنوان منزل، عنوان بيت او شركه في امريكا. تيجي هنا بقى ميزه شوب فور مي من الشركه دي. باختصار انت بتبعت لهم في رساله ايه الحاجات بالظبط اللي انت عايزها وبتدفع سعرها، وبعدين هم بيستلموها على عنوان منزلي هناك في امريكا وبيدخلوها لك في صندوقك بتاع عنوانك في امريكا، فتقدر تجيبها على بلدك. فانت دلوقتي تقدر تشتري من اي موقع حتى لو ما بيدعمش الشحن للشركات اللي زي كده. طيب عامه لو مش فاهم، انا هطلب دلوقتي حالا ايفون 12 ميني من موقع ابل في امريكا وهمشي معاك لغايه خطوه الاستلام وكل حاجه ودفع الضرايب وكل حاجه. طيب نخش دلوقتي على موقع شيب 7، هتعمل ساين اب، هتعمل اكونت عادي خالص، حط اسمك ايميلك والباسورد واعمل ساين اب. بقى كده عندك حساب مجاني، ودلوقتي عندك عنوانين في امريكا وعنوان في بريطانيا. في عنوان في امريكا بيدعم الشحن السريع، والعنوان الثاني تاكس فري يعني معفي من الضرائب الامريكيه. دلوقتي انا عايز اقول ان اي حاجه تدخل العنوان ده تيجي على العنوان بتاع بيتي، فهتدخل على ادرس بوك، هتحط عنوان بيتك المحلي، تكتب اسمك، اسم الشارع، ايميلك، رقم تليفونك، تفاصيل عنوانك بالتفصيل، وتحط سيف، وكده عنوانك يتسجل عندهم. ندخل بقى على خطوة ان احنا نعمل طلب شراء في شيب فور مي. هتدوس على هيلب، بعدين هتدوس على سبميت تيكت، بعدين هتحط هنا رقم الحساب بتاع شيب 7، وفي خانة الكلاسيفيكيشن هتحط شوب فور مي ريكويست، وفي السبجكت هتحط السبجكت اللي انت عايزه. في الحاله دي احنا عايزين نشتري ايفون 12 ميني مع كل الاكسسوارز بتاعته. وفي الديسكريبشن بقى هنكتب هنا التفاصيل بتاعت الحاجات اللي عايزين نشتريها. هندخل دلوقتي على موقع ابل. طبعا انا مجهز كل القطع اللي انا عايزها، حاططها في الليسته كده علشان ادخل على الروابط بتاعتها وتفاصيلها. اوكي، نبدا نختار ايفون 12 ميني، تختار النوع اللي انت عايزه،
وتختار اللون اللي انت عايزه، تختار سيم فري فيرجن، ودي احدى الاسباب اللي هتخليك تطلب من موقع ابل دايركت، لان باقي المواقع ما بتبيعش السيم فري فيرجن اللي هو الفيرجن اللي تقدر تركب عليه اي شريحه وتشتغل. باقي الفيرجنات اللي بتتباع في امازون واي مكان تاني بتبقى مقفوله، ما بتشتغلش غير في امريكا فقط. اوكي، بعدين نختار المساحه اللي احنا عايزينها وتكمل مع الخطوات، وبعدين تحت تدوس دفع مره واحده. طبعا احنا مش هندفع دلوقتي في موقع ابل، بس علشان نقدر ناخد كوبي لللينك بتاع التفاصيل اللي احنا اخترناها دلوقتي، هنرجع لخانة الديسكريبشن وهتكتب عدد القطع اللي انت عايزها. في الحالة دي انا عايز حوالي 10 قطع من موقع ابل، فهتوضح طبعا كل قطعة ايه هي، هتحط الرابط بتاعها، هتحط الاسم بتاعها، وهتحط اللون، وهتحط المساحة والكمية اللي انت عايزها، وتكرر ده طبعا في كل قطعة من القطع اللي انت جايبها. بعد ما تخلص بقى هتنزل تحت، مش هتحط حاجة في الخانة بتاعت رقم التتبع، هتسيبه فاضي، وهتحط البريوريتي هاي والعنوان اللي انت عايز الشحنة دي تدخل عليه. هنحط العنوان ده مثلا، ولو عايز حط صورة مجمعة للقطعة اللي انت عايزها من موقع ابل علشان تكون كل حاجة واضحة، وبعدين تضغط على سبميت، وكده انت سلمت الطلب بتاعك. دلوقتي دي البيانات قدامك اهي، والطلب بتاعك متسجل، هتستنى لحد ما يرد عليك. هيجي لك رد بقى على الايميل علشان تدفع المصاريف بتاعت الحاجات اللي انت طلبها، زائد مصاريف خدمة الشوب فور مي، وهي عبارة عن 10% من مصاريف القطع اللي انت طلبتها. وهتلاقي حاطين لك صورة بيوريك طريقة الدفع ازاي. طبعا هتفتح حسابك تاني في شيب 7، هتدخل على بيلينج، وهتحط التمن المطلوب منك، بعدين هتعمل لود، هتدفع بفيزا او باي بال، بعدين تستنى هيجي لك ايميل لما يطلبوا الحاجه، وايميل تاني هيجي لك لما الحاجه توصل للصندوق بتاعك. لما كل حاجه توصل بقى في صندوقك، هتدخل على حسابك بتاع شيب 7، وهتلاقي كاتبين لك تفاصيل كل حاجه وصلت، واخدين لك صور ليها، موضح لك ايه هي الحاجات الموجوده، وفقط المطلوب منك ان انت تحط الاسعار بتاعت القطع اللي انت طلبتها دي علشان يحسبوا لك الجمارك والضرائب. بعدين تختار الشحنات دي كلها علشان جمعها كلها في صندوق واحد بدل ما هي 3 صناديق. هتدوس على ship selected items، وهنا بقى هتلاقي موضح لك كل حاجة، جميع شركات الشحن موجودة قدامك اهي، والعنوان بتاعك اللي انت سجلته قبل كده موجود، الايتمز بتاعتك موجودة كلها فوق. ارخص حاجة موجودة في الاختيارات هي شركة سامسا، والمميز في شركة سامسا ان عندهم خدمة اسمها DDP، وهي خدمة بتخليك تدفع مصاريف الضرائب والجمارك مقدما علشان تتجنب التأخيرات في الشحن، ان مثلا تفضل واقفة شوية عند الجمارك، بتدفعها مرة واحدة والشحنة بتوصل على طول على بيتك، ما بتدخلش بقى في موضوع جمارك وضرائب لما الحاجة بتوصل. وكمان بتشيل برضو عندك في بعض الاحيان ان انت ما تبقاش عارف انت هتدفع كام بالظبط في الجمارك او الضرائب، دلوقتي انت عارف بالظبط انت هتدفع كام. وبالنسبة لمدة الشحن معقولة جدا، من 3 لـ9 ايام ماكسيمم. لو انت بقى مش عايز تدفع المصاريف بتاعت الجمارك والضرائب مقدما، ممكن تستخدم الـ DHL، هو اغلى تقريبا الضعف، ولكن الحاجة لما توصل هتدفع الضرائب والجمارك برضو عليها. وانا هختار DHL علشان اشحن الشحنة بتاعت الايفون. هتكمل بكل بساطة في الخطوات، وهتختار انت عايز تدفع باي بال ولا فيزا، بعد كده تدفع، وكده خلصنا طلب الشحن. لو دخلت على الاكاونت بتاعك، الرقم بتاع الطلب بتاعك موجود في الشيبمنت هيستوري، بعد كده لما طلبك يتم استلامه هيبان عندك رقم التتبع بتاع الشحنة بتاعتك. والشحن بالظبط خد 2 يوم علشان يوصل من الصندوق بتاع امريكا لحد باب البيت. طبعا قبل ما الشحنه بتوصلك هيجي لك رساله على الموبايل وعلى الايميل ان لازم تدفع الضرايب والجمارك، وكان مطلوب ان انا ادفع حوالي 700 وحاجة ريال سعودي، فدفعتها اونلاين على طول. تقدر تدفعها عند الاستلام، بس بيبقى فيه شوية تأخيرات، يستحسن ان انت تدفعها على طول اونلاين علشان تريح دماغك خالص. بعد كده بتستلم الشحنه، وادي الحاجات اللي جت في الشحنة دي، وبكده وصل لي الايفون الاحمر. ادي الطلب كله موجود، مفيش اي حاجة ناقصة، الايفون 12 ميني مع جميع الاكسسوارز بتاع شركة ابل. انا هعمل فيديو مخصوص عن الاكسسوارز دي، بس دلوقتي خليني افتح الموبايل ووريكو ايه الميزة الموجودة في الايفون 12 مش موجودة في بقية الايفون 12 اللي بينزل في الدول التانية غير امريكا، وبتعرفوا من البلاستيكة الموجودة على الجنب دي،
وهي الأنتنة بتاعت المليميتر ويف 5G اللي اتكلمت عليه اللي هو أسرع بكتير. ولو دورت عندك في بلدك هتلاقي إن الحتة دي مكملة حديد على طول، مفيش قطع هنا للأنتنة بتاعت المليميتر ويف 5G. وبس كده، أتمنى ما كنتش طولت عليكم، بس أنا حبيت أمشي في الخطوات من أولها لآخرها علشان يبقى فيه شفافية تامة، تبقى شايف كل خطوة وكل حاجة بتحصل ازاي. طبعا الطريقة دي تقدر تطبقها على اي موقع من المواقع اللي بتتبع نفس السياسة بتاعت موقع ابل. وفي الاخر ما تنساش دعمني باللايك والشير والسبسكرايب، واذا عجبك الفيديو تحط لايك، اذا ما عجبكش تدوس على زر الديسلايك مرتين، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.